مذكرات زوج. يارا كانت خفيفه ولايت لذيذه، شبهنا وشبه صحاب كتير عندنا منهم يعني، ما كانتش صعبه قوي بصراحه. كانت خفيفه هي لذيذه، عنده عقد نفسيه باين ان هو حابب تعبانات. عجبني لكس انه عمر كان شايف هي تديله فرصه ثانيه. طب على فكره هو كان بجد بيحبها. انا لو كنت مكان يوسف كنت مش عاوز اكمل. لو انا مكان يارا ما كنتش هبقى مع واحد انا حاسه ان هو ممكن يلعب بديله من ورايا. هو مقتنع ان علاقته بيارا مش علاقه مظبوطه، ان هي علاقه مش هقولك انها علاقه وحشه، بس هو مش في العلاقه للاسباب الكويسه. هو دخل في العلاقه مع يارا لان هو الوحيد اللي رفضته، الوحيده اللي قالت له لا. والله انا عجبتني النهايه جدا، ان هو فعلا زي ما بيحصل في الحقيقه، ده ممكن علاقه هو حاول فيها وهي حبته ما كملتش. لا بس هو يوسف يعني لازم يتعلم الادب يعني، حتى لو هترجع له تاني لو هي شايفه في مثلا بوتنشال حاجه كويسه يعني لازم من الاول كده.